أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً تقريره السنوي بشأن مؤشر التنمية البشرية في العالم، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 35 على مستوى العالم متقدمة بسبعة مراكز كاملة، في حين احتلت المرتبة 2 على مستوى الدول العربية. ويقيس هذا المؤشر مدى نجاح دول العالم في تحقيق التنمية البشرية من خلال رصد 4 مؤشرات أساسية.